أهلا وسهلا بكم مجددا. وسط كل ما قيل ويقال عن التسيب الحاصل في المدارس، حادث آخر يصب في نفس الاتجاه بعد إصابة 150 تلميذ بإحدى المدارس ببرج منايل بولاية بومرداس بتسمم خطير بعد تناول وجبة الغذاء بمطعم المدرسة. التلاميذ نقلوا على الفور إلى المستشفى، وقيل إن التسمم كان إثر تناولهم لياغورت فاسد خلال وجبة الغداء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة الشروق من ولاية بومرداس كهينة إغيل. أهلا وسهلا بك. مساء النور. أهلا بك كهينة. بداية، العديد تناقل إشاعة حصول حالتي وفاة أو تسجيل حالتي وفاة، هل لك من تفاصيل حول ما حدث؟ لا، لحسن الحظ لم يسجل أي حالة وفاة، ولكن كان عدة إصابات بحالة حالات تسمم غذائي، وذلك ناتج على إثر تناول وجبة يوم. ما كانش حالة وفاة. نعم، هل لك أن تطلعين على حجم الخطر في إصابة التسمم التي تعرض لها هؤلاء التلاميذ؟ أغلب الإصابات حسب مصادر رسمية كانت إصاباتهم سطحية وتم إخلاء سبيلها. أما عدد قليل، هو حوالي 4 تلاميذ إصاباتهم خطيرة في المستشفى. يعني إصاباتهم خطيرة؟ لا، ليست خطيرة بالمعنى المتعارف عليه، ولكن الإطمئنان أكثر. طيب، هل من تحقيق فتح في الموضوع حول من أدخل هذه، أو من أين تم اقتناء هذا الياغورت؟ تماما، تم فتح تحقيق في الأمر، خاصة وأنه لأول مرة يتم تقديم مادة ياغورت في قرارات على غير العادة. نعم. دونك على هذه تم فتح التحقيق. طيب، المستشفى لم يسجل حالات تسمم أخرى أصيب بها ربما مواطنون آخرون بعيدا عن المدرسة؟ لا لا لا، ما عدا التلاميذ ما كانش حالة تسمم أخرى. أشكرك جزيل الشكر كهينة إغيل مراسلة الشروق من بومرداس على هذه التفاصيل، شكرا لك مجددا. نمر إلى موضوع آخر، وبعد أقل من أسبوع على تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي قال إن وزارته أحصت 600 ألف عائلة فقيرة ستستفيد من أموال الزكاة، كشفت وزارتا الداخلية والتضامن أن 1,400,000 عائلة ستستفيد من قفة رمضان خلال الشهر الكريم. وإن كان محمد عيسى تحدث عن تحديث البطاقة الوطنية للفقراء، فهل استثنى بذلك 800,000 عائلة أخرى غير التي أحصتها وزارته؟ وهل يختلف مفهوم الفقر لدى الوزارات الثلاث حتى تختلف الأرقام بهذا الشكل، أم أن قفة رمضان تمنح لغير الفقراء؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فارس مسدور الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أختي كريمة. أهلا بك دكتور. الرقم الذي تحدثت عنه وزارتا الداخلية والتضامن يفوق ضعف ما صرح به وزير الشؤون الدينية حول عدد الفقراء في الجزائر. ما هي المعايير التي تحدد أو يحدد من خلالها الفقير في الجزائر، وما هي المعايير التي يجب أن يصنف من خلالها الفقير سواء في الجزائر أو في غيرها؟ هو هنالك معيار دولي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن ظاهره الفقر في اي بلد من البلدان. هنالك الفقر المدقع وهو الذي يتقاضى اقل من دولار في اليوم. والفقر العادي الذي يتعلق بدولارين في اليوم. لكن المعايير هذه قد تكون مختلفه من بلد الى بلد اخر، هذا معيار عالمي. لذلك اقول ان ظاهره الفقر في بلادنا هي ظاهره مركبه. تحمل عدة أبعاد، بعد يتعلق بالمحيط المعيشي، وبعد يتعلق بالمحيط التعليمي والمحيط الصحي، وأيضا المرافق العامة. فإذا جئنا إلى هذه العناصر الأربعة نكتشف بأن ظاهرة الفقر في بلادنا هي أكبر بكثير مما يروج إليه في مختلف الوسائل التي تتكلم عن الإحصائيات الفقر في بلادنا.
يعني هي برايكم كانت لدي هي معطيات قديمه نوعا ما متعلقه بالامم المتحده التي تكلمت في التسعينات عن 6 مليون من الفقراء انذاك. يعني يعني عدد الفقراء برايك دكتور مصدور عدد العائلات الفقيره في الجزائر يفوق حتى 1,400,000 حسب رايك؟ والله انت تعلمين بان متوسط عدد الاصوات في العائله الجزائريه هو 5. فاذا كنت تقولين انه 1.5 مليون عائله تعيش الفقر في بلادنا، انا اقول لك قد نصل الى ثلث العائلات الجزائريه تعاني من الفقر في الجزائر، يوجد في الجزائر 7 مليون عائله. نعم. يعني ما لا يقل عن 2.5 مليون تعاني من ظاهرة الفقر بشكلين، الفقر المدقع والفقر العادي. يعني الحديث عن قفة رمضان وتوزيعها على 1,400,000 عائلة لن يشمل طبعا كل الفقراء في الجزائر، والأكيد أنه ما تحدث عنه وزير الشؤون الدينية حول توزيع أموال الزكاة على 600,000 فقير في الجزائر أيضا لن يشمل كل العائلات الفقيرة في الجزائر. بالحديث عن الزكاة، كنتم قد قدمتم دكتور مقترحا أسميتموه بالقرض الحسن، أين وصل ذلك المشروع؟ هو القرض الحسن طبق منذ سنة 2004 إلى السنة الماضية وجمد هذه السنة نتيجة أن بعض الشباب الذين استفادوا من القروض الحسنة لم يسددوا قروضهم، وبالتالي وزير الشؤون الدينية أخذ قرارا بضرورة استرجاع هذه القروض، ثم بعد ذلك يعيد بعث هذا المشروع. المشروع الثاني الذي قدمته هو مشروع قانون مؤسسة الزكاة في الجزائر. وهذا المشروع قدمته سنة 2008 ب 74 مادة قانونية، وهذا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في إدارة الزكاة في بلادنا. لكن أنا أعود إلى المعطيات الإحصائية المتعلقة بصندوق الزكاة، أرى بأنها أقرب إلى الواقع مقارنة مع يعني المعطيات التي تأتي من وزارة التضامن أو وزارة الداخلية. لماذا؟ لأن الأرقام تؤخذ من المساجد القريبة من الأحياء السكنية، وبالتالي لابد من على وزارة الداخلية ووزارة التضامن أن تتعاون مع وزارة الشؤون والأوقاف في إقامة بطاقة وطنية للفقراء في الجزائر من خلال المساجد التي تعتبر يعني 17,000 مسجد في الجزائر، وهذا الرقم قد يكون أداة لإحصاء الفقراء بشكل دقيق. طيب، هل ما يسدده الجزائريون أو ما يصب في صندوق الزكاة سنويا يجمع مبالغ كافية للتكفل بالعائلات الفقيرة في الجزائر؟ ما جمع من زكاة في صندوق الزكاة هي زكاة واحد من كبار أغنياء الجزائر. نعم. معناه أننا لم نصل إلى جمع 1% من زكاة الجزائريين التي قدرناها وفق دراسة أكاديمية بما لا يقل عن 3 مليار دولار. نعم. وما ما يجمع الآن الأرقام التي تجمع 25 مليون دولار. هل هؤلاء الناس يخرجون زكاة أموالهم؟ أنا برأيي أنهم لا يخرجونها بطريقة صحيحة. واحد، ومنهم من لا يخرجها أساسا. اثنين، الأمر الثالث زكاة الشركات والمؤسسات. فقط خذي غير المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لديك 900,000 مؤسسة صغيرة متوسطة. لو أن كل مؤسسة أخرجت 10,000 دينار لكان لديك 900 مليار. وبالتالي فالزكاة التي نجمعها بعيدة كل البعد عن الزكاة الحقيقية في بلادنا. طيب، ولو أنه ربما الجزائري لا يثق في الجمع بهذه الطريقة، ربما الكل يخرج زكاته خارج صندوق الزكاة. والله شوفي، قضية الثقة مطروحة في كل الجهات، ولكن الذي تأسس فعلا أن صندوق الزكاة بدأ في جمع كتب 5 مليار سنتين ووصل إلى 140 مليار، يعني ترين ان الارقام تزداد عاما بعد عام، معناه ان الثقه تتعزز اكثر واكثر بصندوق الزكاه. اقول لك كلمه واضحه وصريحه، ان الذين دفعوا زكاه اموالهم هم المواطنون العاديون من صغار المزكين في الجزائر. نعم. اما 10,000 ملياردير جزائري لم يخرجوا زكاه اموالهم عن طريق صندوق الزكاه. طيب، تؤكدون أنه لو أخرج هؤلاء زكاتهم عبر صندوق الزكاة قد يمكن ربما القضاء على الفقر في الجزائر فقط من أموال الزكاة؟ لو أن الجزائريون جميعا خاصة كبار رجال الأعمال
أخرج زكاة أموالهم بطريقة صحيحة عن طريق صندوق الزكاة لقضينا على الفقر خلال 5 سنوات. شكرا جزيلا لك دكتور فارس مسدور الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة، أشكرك جزيل الشكر. أمر إلى موضوع آخر، قبل شهر أثارت مداهمة سوق السكوار ومنع المتاجرة بالدوفيز هناك ضجة كبيرة وفي ظل غياب البدائل. اليوم لا يزال تجار العملة يمارسون نشاطهم لكن بحذر أكبر ولا تزال البدائل غائبة. تقرير في الموضوع لأمين بودربان. تساؤلات عديدة طرحت عن جدوى تطبيق الحكومة لقرارات جريئة دون تقديم حلول بديلة أو حتى إعطاء إجابات مقنعة. هل هناك سوق بيضاء لنطلق على سوق السكوار السوق السوداء؟ هل تتخوف وزارة المالية من العملة الصعبة؟ وكيف يستطيع الجزائريون السفر بمنحة لا تتجاوز 130 أورو؟ شهر يمر على مداهمة الأمن لسوق العملة الصعبة بساحة بورسعيد بالعاصمة، والحكومة لا تزال عاجزة عن اتخاذ إجراءات كان من المفروض أن تتماشى وقرارها المتعلق بمطاردة بائعي الدوفيز. فلا أثر لمكاتب صرف ولا رفع لمنحة السياحة أو منحة العار كما يسميها الجزائريون، والتي لا تكفي حتى لقضاء يوم واحد في أرخص عواصم أوروبا. وضعية جعلت الجزائريين يجدون أنفسهم في موقف صعب لتحويل أموالهم وشراء العملة الصعبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ودخول فصل الصيف، أين تكثر حركة الجزائريين لأداء العمرة والتوجه للسياحة والتجارة. من جهتهم صرفوا العملة الصعبة تحدوا الحكومة واستأنفوا نشاطهم باتخاذهم أماكن غير معلنة، المقاهي وأبواب العمارات المحاذية لساحات بورسعيد وحتى خطوط الهاتف وصفحات الفيسبوك، كل شيء يهون من أجل مواصلة النشاط الذي ألفوه منذ سنوات ويعود عليهم بمداخل وفيرة. يحدث هذا بالرغم من أن القانون الجزائري لا يمنع فتح مكاتب صرف، وسبق وأن تم منح بنك الجزائر في فترة ماضية ما لا يقل عن 40 اعتمادا لفتح مكاتب صرف رسمية للعملة الصعبة قبل أن يتم سحب التراخيص منها دون تقديم أسباب واضحة. ليبقى المواطن الضحية الأولى لغلق سوق السكوار، السوق التي كان يقصدها المسؤولون قبل المواطنين. هذا مشاهدينا، لم يبقى لي إلا أن أودعكم على أمل اللقاء غدا. يلقاكم قادة بن عمار بعد هذا الفاصل. كاين أيضا مسألة مهمة جدا في فرنسا، هناك حاجة يسموها البيرسونال، الشخصيات التي عملت مع فرنسا في شؤون دينية لزافير ريليجيو، هناك شخصيات كثيرة جدا عملت مع البيرسونال. هذو هما ما يمكن أن نسميهم نحن عملاء للنظام، طبعا عملاء للاستعمار، هم عملاء اشتغلوا في المساجد، استخدموا كمؤذنين، استخدموا كحزابين، هذه يعرفوها المؤرخين. ربما يرفض الكشف عن الأسماء لعائلاتهم وارتباطاتهم الآن لذلك يأجلوا نشر هذه يقال حتى أن هنالك من وصل إلى مواقع مهمة في البلد وتاريخه الثوري غير نظيف، معروف لذلك معروف لا يسمح. لا معروف، هذه سيد معروف. عامر خيلة، هل لدينا أرشيف سري في مثل هذا؟ ككل دولة الوزير قال ما عدناش. لا 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 لا، ككل دولة لها أرشيف سري. نعم نعم، ومؤسسة كاين عندنا مؤسسات. أكد وزير المجاهدين فلان فلاني أن قطاعه لا يحتفظ أبدا أي نوع من الأرشيف، قطاعه ولا يحوز على أرشيف سري. لا، قطاعه هو كوزير للمجاهدين، ولكن الجزائر ماشي في وزارة المجاهدين بارك، الجزائر هذه فيها مؤسسات أخرى. احنا نعرفوا بلي عندنا أطنان من الوثائق اللي نقلت من الولايات وسلمت للجهات المعنية في 62. 62 نعم 62. ممكن ونزيد نقول لك، انا كذلك انا عشت ازمه في سنه 80، كنت حضر في ماجستير على جبهه التحرير الوطني، وجدت نفسي في المقر المركزي لجبهه التحرير الوطني في ساحه الامير عبد القادر في الطابق الارضي، وجدت نفسي امام ارشيف يعني نادر يعني نوادر يعني نوادر يعني من الوثائق وجدت نفسي يعني عشت أزمة. ما هي الأزمة؟ هل استولي على جزء من هذا؟ يعني عشت أزمة، ما هي الأزمة؟
هل استولي على جزء من هذا الارشيف يعني شخصيا وكذا ام اقوم بحث. ولكن صعوبه عدم التكييف تاع القاعه وعدم الترتيب والتنظيم تاع الارشيف ما سمحليش. ولكن لو حصلت على معلومات هل تخرجها ب نعم وقل هنا تكون مخير بين اقول لك مثلا حصلت على لي بي في محضر جلسات المؤتمر 64 لجبهه التحرير الوطني ولم يكن في متناول الجميع كل افريل 17-21 أفريل 1964 المحاضر وكيفية الخلافات وكيفية تم كذا محاضر موجودة باللغتين العربية موجودة أمام العلن يعني لا غير معروفة يعني غير معروفة لأن غير معروفة حتى الآن لا لأنه فيها واحد التفاصيل واحد كذا يعني تصبغ عليها الطابع السرية ولذلك ماشي موجودة اليوم يعني حتى تقول وضفت الكثير منها في رسالتي للماجستير بعنوان تطور سياسي وتنظيمي لجبهة التحرير الوطني. ولكن هل توافقه بسرعة لأن الوقت تجاوزنا؟ لماذا أردت تقول بأنه كاين عندنا هو يقول بأنه لا يريد دكتور بلغيت يقول بأنه يتمنى أو يفضل أن لا نستلم هذا الأرشيف وينفضل أحترم رأيه ولكن بالطرح اللي يطرحه الأستاذ بلغيت هذا يسهل ويساعد ويشجع المتخاذلين من الجزائريين في المطالبة بحقنا بأن يكون لنا نسخة طبق الأصل للأرشيف الموجود نسخة هذه صورة أخرى هذه غير نسخة مقبولة يا حبيبي أنا لما نطلب نسخة معقولة جدا مثل ما فعلها أخوانا التوانسة أما أنه لا كاين فرق أما أنه نحصل على الوثيقة الأصلية هذا من الصعوبة بمكان لأن هذه الوثيقة يمكن أن تتعرض للإبادة يا أستاذ بلغيت أنا نسألك سؤال معليش اسمح لي هل نحن نملك نسخة من اتفاقية إيفيان؟ نعم بيني وبينك نعم أبدا لا اسمح لي مش موجودة أنا سألت رضا مالك نفسه في حصة كهذه قلت هل تملكون نسخة ممضاة من اتفاقية إيفيان قد كانت عندنا لا موجودة لا نأكد لك موجودة والتوقيعات تاع الورق تاع الاتفاقيات كيف تم التوقيع عليها وشكون الموقع وفي كل ورقة لا أنا شهدتها بأم عيني يعني ماشي قالوا لي كمهتم وكباحث شهدتها بأم عيني تبقى مسألة تثير اتفاقية إيفيان الكثير من الجزائريين يعتقدوا باللي اليوم جي هيئه اركان العمل الجيش كانت اعترضت على اتفاقيه ايفيون لا معروف سجل التحفظ بعد وظيفه سياسيا هذا التحفظ اللي كان موجود وظيفه سياسيا بانه راهو كانوا معارضين لاتفاقيه ايفيون بينما الممثلين تاع الجيش التحرير الوطني كانوا موجودين في وفد الحكومه المؤقته فيما يخص اتفاقيات إيفيو. نرجع لمسألة الأرشيف والقول بأنه ما ناش في حاجة له الآن أو أننا ما ناش قادرين نحيوه أو خافوا على الوثيقة يعني أيوة خافوا على الوثيقة من الإتلاف نعم. أنا أقول لك بأنه في ظل التقنيات اللي موجودة اليوم أي وثيقة نقدروا نجيبوا ديبليكات عليها نسخة طبق الأصل لها وهذا حقنا ولازم نتمسكوا به ولكن احنا متخلفين كثير هل تعرف بأنه مجازر 145 فيه فيلم أنتج من طرف الإنجليز على المجازر هذه ولم نسعى لجلب هذا الفيلم فيلمة لأن قوات الحلفاء كي كانت لهنا أخذت صور كثيرة للمجازر اللي كانت ترتكب من طرف الجيش الفرنسي ولحد الساعة ماذا موجود عندنا؟ موجود عندنا بعض الصور اللي تخليك تشوف دور الجزائري في قمع الجزائريين وهذا مش بريئة هذا فيلم سينمائي فيلم سينمائي بريطاني استعانوا فيه بالصور التي تم أخذها من طرف الجنود والضباط الإنجليز اللي كانوا شاهدين وشهود عيان. طيب ماذا فعلنا نحن في مواجهة هذه الكتابة يعني الكتابة المضادة أو المادة التاريخية المضادة سواء كانت فيلم أو كتابة هذا السؤال لما نطرحه ماذا نفعل؟ كان بزاف أفلام تنتج الآن هل أنتم راضون عنها؟ لما نطرحه هذا ما نطرحش عن المنتج السينمائي ولا السيناريست ولا المؤرخ ولا الأديب اللي يحب يكتب رواية ولا قصة ولا كذا هذا السؤال يطرح للجهات المعنية وهي؟ الجهات المعنية بتاريخ واللي هي السلطات السياسية
والمؤسسات المكلفة من طرف السلطة هي التي تبارك إنتاج مثل هذه الأعمال في سبيل حفظ الثورة وتصرف عليها وزارة المجاهدين، هي التي توفر رأس مالا ميزانية كبيرة. بالضبط، هي التي تحضر هذه الوثيقة، هي ولكن الوزارة لا، لا نتحدث عن ما يجب أن يكون ولكن عن ما تم تحقيقه حتى الآن. هل أنتم راضون مثلا عندما تشاهدون أفلاما تقدم على أساس أنها تبرز جوانب من الثورة الجزائرية وشخوصها؟ هل أنتم راضون دكتور بلغيت؟ صراحة قبل ما أنا شفت ما أنتج في السنوات الأخيرة. الآن نحن ننتج كريم بالقاسم، نعم، ونتوقف عند مرحلة معينة. العكس لوف في نفس الشيء. أنا شخصيا شفته في أكثر من مرة، اللي هو الفيلم الخاص ببن بولعيد، مصطفى بن بولعيد. أنا أعرف كثير من حيثيات هذا الفيلم، يعني على العموم مقبول إلى حد ما، مقبول إلى حد ما، خاصة أن إذا عرفنا نظام بن بولعيد، اتصاله بمصالي الحاج، فراره من الكودية، الشخصيات التي كانت معه، يصور صورة جيدة، لأن هذا الفيلم هو جزء لا يتجزأ من الوسائل الإعلامية التي ترسخ تاريخ الوطن في الذاكرة. لكن هناك صور نمطية أنا شخصيا أرفضها، هي الصورة التي رسم بها بوضياف وهذه اعترضت عليها حتى العائلة نفسها، ومصالي، والصورة التي رسمت لمصالي الحاج. أولا مصالي الحاج كان حبينا ولا كرهنا كان لزعيم نمرة في الجزائر في هذه الفترة، ولكنه أخطأ، هذا شيء طبيعي، طبيعي هو يقدم طبيعي جداً على هذا إنسان. لا هل لكن يعني لكن أنت عندما شاهدت ضخمت، لا الصورة اللي شفتها اختزل دوره، يعني فعلا مصالي يعني يقولوا أخطأ لو استجاب لنداءات فرنسا اللي كانت تبحث عن قوة ثالثة. أي نعم. لكن قولوا بأنه مصالي لم يقدر الوقائع حق قدرها. صحيح. لماذا لا ننتج فيلم عن مصالي كمؤرخين أنتم؟ عفوا، لم يتمكن من قراءة المتغيرات اللي كانت حاصلة سواء على المستوى البيئة المغاربية ولا على المستوى داخل الحركة، ما تمكنش من قراءة القراءة الصحيحة. ولذلك أنا نقدر نقول بأنه مصالي ما نقولش أخطأ، لأنه لو أخطأ كان يكون هو ترازيان فورس اللي كانت تسعى فرنسا من البوات من أول نوفمبر إلى غاية 19 سبتمبر و 19 مارس وهي تسعى للحصول عليها. وتأكد تاريخيا لو استجاب مصالي الحاج للاتصالات ومحاولات فرنسا لا بشكل آخر، كان الأمور تأخذ مجرى آخر. لكن لماذا نذهب إلى كتابة حتى الأفلام تقدم الآن على شخصية ثورية نوفمبرية، ولكن مصالي الحاج شخصية ثرية فيه الكثير من ما يستطيع واحد أن يكتب عنها، حتى دراميا شخصيته فيها بزاف أحداث. هل هنالك إرادة سياسية يعني مقصودة في طمس تاريخ الرجل وعدم إعطائه المكان التي يستحقها؟ هو في الحقيقة مصالي وجد بين قوتين. أنا قريت للطرف الآخر للتروتسكيين والشيوعيين وآل مصالي الحاج مثل ما كتبت مذكراتها السيدة جنينة بنت مصالي الحاج، الأشياء التي كتبها بنجامان ستورا كأنها تجعل من مصالي الحاج رقم واحد في هذا البلد، لا يوجد غير مصالي الحاج، وكأن مصالي الحاج هو هيبة الحركة الوطنية الاستقلالية في الجزائر. نعم، مصالي الحاج هو من الأوائل بعد الأمير خالد الذي نادى بتطبيق البنود المعروفة اللي هي إعطاء الجزائر استقلال بدي ويلسون. لكن الصورة اللي موجودة عندنا، الأدبيات الموجودة عندنا عن مصالي الحاج، هو ما ينتج الآن في باريس، هو ما أشرف عليه ستورا، ما أشرف عليه بنجما ستورا، ما أشرف عليه جوليان سابقا، وما كتبته الآن جنينة مصالي الحاج بالخلفات. وطبعا أنا شخصيا قريت الكتاب ورديت عليه، تقول دي مونسونج، تقول أكاذيب كثيرة جدا. أنا أتحمل مسؤولية هذه المصطلحات وهذا الكلام. لماذا؟ لأنه الظروف اللي عاشت عائلة مصالي الحاج من 62 أو قبل من 54 من ديسمبر من تأسيس الأمانة إلى اليوم خلى أحبابه والعائلة تاعه يعيشوا تناقضات، يعيشوا نوع من التعصب لهذا الزعيم. لماذا؟ لأن الأحداث التاريخية. على صعيد آخر إذا سمحت أستاذ بلغيت، أستاذ بلغيت، نشوفوا على صعيد آخر. بعد 62 نتيجة التراكمات اللي تمت خلال سنوات الثورة التحريرية وبالتحديد من تأسيس الحكومة المؤقتة، بعد 62 مورست قطيعة
مع الحركة الوطنية. هذه القطيعة اللي مارسوها مارسوها الناس اللي انتصروا في الخلافات اللي وقعت في أزمة 62، والقطيعة هذه كانت مبنية كذلك على أنه كان في واحد إحساس هكذا بأنه لابد من، وكأنه التاريخ يبدأ من أول نوفمبر، وكأنه الثورة الجزائرية هذه كانت مفاجأة وجات هكذا، وأنه السابق للتمهيد اللي عرفته من 1830 وبالتحديد من 1926 إلى غاية 54 كانوا لم يكن صفحة في التاريخ. الشيء اللي الآن راني نشاهده بأم عيني وكذا، هؤلاء المجاهدون الذين سكتوا من 62 إلى غاية أخذهم للتقاعد بيولوجيا ووظيفيا يعني ما مهنيا، هما اللي راهم الآن يردون الاعتبار لمصالح الحاج. شكون يتكلم الآن على مصالح الحاج بأنه كان كما راك تتكلم باللي بدون منازع هو رقم واحد، رقم واحد هو قائد الحركة الوطنية الجزائرية إلى غير ذلك. شكون راهم يتكلموا عليه الآن؟ هم أولئك الذين التزموا الصمت، والبعض منهم من لم يكتفي بالتزام الصمت بل ذهب أبعد من ذلك وهو في حتى يكسب الرضا. الآن يصححون خطأهم؟ لا، الآن بالنسبة لي يصححون خطأهم. هي نوع من التوبة يعني، في لا توبة سياسية. توبة سياسية. لا لا بالعكس. لا تأتي في ظل مناخ متصاعد أنه الآن عندما نقرأ منشطات الصحافة للأسف التاريخ ينتقل إلى الجرائد وعلى ألسنة زعماء سياسيين. هي نوع من النفعية. النفعية المادية السياسية، لأنه الآن بالنسبة لي هذا اللي يقول يزين في صفحة مثالي الآن ما يحتاج ماهوش مؤهل لا بدنيا ولا بوضع واحد آخر باه يكون مسؤول في الجزائر هذه. وإذا كان من تقصد دكتور؟ نقصد كثيرون. لا مثلا أسماء يعني كثيرون هو... كثيرون يعني الذين صمتوا مثلا يعني لا 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 لا. هذا غير المؤهل بدنيا يعني شكون؟ بالنسبة لي كل مجاهد هيا نعطيها لك كل مجاهد صمت بعد 62 أو وظيفة للطعن في شخص مثالي وغيره من القادة حتى فرحات عباس وغيرهم وكذا، هذو ناس الآن بالنسبة لي هم اللي يردوا الاعتبار لشخص مثالي ويدركوا بأنه جبهة التحرير الوطني وجدت الحلقة الضائعة في نضالات الحركة الوطنية. نضالات الحركة الوطنية طيب. الفضل الكبير يرجع لشخص مثالي. يعطيك الصحة. كاين نقطة لم تأخذ حقها من النقاش، اتفاقية إيفيان، نعود نرجع لها بسرعة. عندما قلت لا نملك نسخة، لماذا لا نملك نسخة عن هذه الاتفاقية المهمة التي رسمت شكل الدولة فيما بعد الاستقلال؟ أنا شخصيا أنا يعني عندما بحثت وسألت نعم أنا شخصيا حتى وإن كان الأستاذ خيلة يقول لا لا موجودة، الاتفاقية موجودة وشاهدتها بأم عيني وشاهدتها كل أوراقها نعم كل أوراقها موقعة من طرف سيد كريم بالقاسم. أنا تقول خليني نقول طيب تفضل. أنا في حصة إذاعية في أسوار التاريخ كان معنا رضا مالك، سألته قلت له وهو فاعل أساسي في هو من من الشهود وكان في القمة يعني، وهو من الذين كتبوا كتاب رائع جدا على اتفاقية إيفيان. أنا سألته شخصيا قلت له هل وزارة الخارجية الآن تملك نسخة من وثيقة إيفيان؟ قال لي كنا نملك نسخة لكن الآن لا نملك هذه النسخة. كيف ضاعت؟ قال ربما الأحداث التي عرفتها الجزائر والتغيير الملفات. نروح للسؤال التآمري والتاريخ هو عبارة عن أيضا جملة مؤامرات. هل هنالك جهة يعني أرادت أن تطمس هذه الوثيقة أو تخفيها ربما؟ لا لأنه دائما نقرأ كاين أجزاء لا سرية في الدفاع. لا أدفع فيها إجابة أجزاء سرية هل فيه بنود سرية؟ طرح السؤال هذا عن المرحوم محمد يزيد من طرف جريدة الوطن في 2006 وأجاب بأنه لا توجد هناك بنود سرية. لكن وش كاين؟ ما كاش بنود سرية نعم، لكن كاين لي بور باردي محادثات. المحادثات هذيك الملزمة للطرفين حتى وإن لم تكن في نص موجودة. هذه المحادثات اللي جرات بين الوفدين من بينها نعطيك مثال الممارسات اللي تمت فيما يخص مواصلة التجارب النووية إلى غاية 67، فيما يخص مواصلة التجارب البيولوجية اللي تمت حتى لغاية 78،
وهذا ماشي خفي لمجلة أول نوفمبر قبل شهور تصدر وثيقتين اللي يتكلموا عن اتفاقيات تمت بين الجزائر وفرنسا فيما يخص التجارب البيولوجية في الجنوب الجزائري في منطقة اللي طلب الطرف الجزائري أنه ما يذكرش المظهر العسكري، ولكن القواعد هذه كانت قواعد محرمة على الجزائريين، وظلت هذه التجارب البيولوجية موجودة إلى غاية 78 و900 ألف سنة غياب المرحوم بومدين الله يرحمه. ما عندهاش علاقة، أنا عندي صورة ربما أوضح من هذا. الاتفاقية إيفيان سواء كانت فيه بروتوكولات وفيه محادثات وفيه كلام، هذا كله أي كلام. أنا شخصيا سألت بن خدة، قلت له ما تقول في الوثيقة؟ قال الوثيقة فيها بند واحد فقط لصالح الجزائر والبقية كله لصالح فرنسا. قلت له ما هو؟ قال لي البند رقم واحد هو الاعتراف الصريح للدولة الفرنسية على لسان دوغول باستقلال الجزائر، والبقية كله هو تقييد للجزائر على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على مستوى مصالح الكولون الذين والحمد والشكر لله قد غادروا الوطن. اتفاقية فلذلك يكون سنحن اتفاقية إيفيان سقطت في الماء. كيف سقطت في الماء؟ سقطت في الماء لأنه بمجرد دخولها حيز التنفيذ في 19 مارس 62 الذين حرص الوفد الفرنسي على كسب ضمانات لهم بداوا يغادروا في الجزائر جماعات جماعات. وشنو الشيء اللي موجود في اتفاقية إيفيان اللي نقدروا نقولوا كذا؟ هو اتفاق الطرفين على عدم متابعة أي شخص من الطرفين اللي ارتكب في الفترة من 1 نوفمبر 54 إلى غاية 18 مارس 62 تجاوزات أو جرائم عدم المتابعة. هذه نقدر نقول بلي مشكلة بالنسبة لنا. لكن فيما يخص الجوانب الاقتصادية، فيما يخص الجوانب الاجتماعية، الجوانب الثقافية، هذه الاتفاقية راحت علاه لأنه وضعت من أجل مستوطنين على وتؤكد أساسي. بأن هنالك نسخة لدى الجزائر. نعم، على عكس ما يقول الدكتور. نعم، أنا نأكد الشهادة ونقول بأنه كاين ولا ما كانش مدام الاتفاقية هذه في حد ذاتها. صح، هي أنا نأكد وجودها ولكن في الاتفاقية في حد ذاتها. لا، هذا يعطينا إشكالية أخرى كان طرحها سي بلغيت عندما قال لك عندما تكون لدينا وثائق مهمة في مقام اتفاقية مثل اتفاقية إيفيان وتضيع مثل ما يقول رضا مالك. الآن نقول كما الدكتور بلغيت لا نتسلم الأرشيف الفرنسي لأننا لا نملك الإمكانية ولا الأمانة ولا الشروط العلمية والسياسية لحفظ هذا الأرشيف. سيدي رضا مالك له كتاب أحرقت بفعل فاعل في الشخصية السياسية اللي قال أذكره في حوار مطول في وسائل بأن قال لماذا تحرق وثائق الحكومة المؤقتة؟ بلك المشاهدية لا أعرف، ربما فيها أشياء تسيء إلى شخصيات فاعلة آنذاك ولكن أحرقت بفعل فاعل. وطبعا هذه النقطة أنا أذكرها جيدا في ضواحي تلمسان وهي أطنان من الوثائق. يمكن تحدد التاريخ وما ولم أسمع اعتراض أستاذ الغير. لم أقرأ. يمكن تحدد التاريخ لأنه كي تقول الحكومة المؤقتة وتذكر تلمسان أقول لك مسألة شوية. لو قلت للمكتب السياسي لا يجب أن تحرير الوطني من بثق عن برنامج عن مؤتمر طرابلس وفي تلمسان لا مش مؤتمر طرابلس. لا يمكن تحدد الوقت شوية ما لا أعرف بالضبط، ولكن وثائق الحكومة المؤقتة كلها ما عدا القليل جدا الذي نحتفظ به الآن في الأرشيف، لكن هذا أحرق بفعل فاعل. ما لا يكون فعل مبني. وهذا داخل الوثائق. في الصراعات التي حدثت بين العصب في 62. لا الوثائق هذه حرب الإخوة الأعداء. أنا أقول بأنه المعطيات التاريخية اللي موجودة والتحرك تاع الحكومة المؤقتة، أقول بأن وثائقها موجودة في القاهرة. نعم. موجودة في تونس، في دمشق، موجودة في ليبيا، موجودة في دمشق، وربما في يوغسلافيا. أما القول بأنه أحرقت في تلمسان يعد بالنسبة لي قول غير مؤسس وما عنده حتى علاقة بالشيء. طيب في الوقت المتبقي في أيضا في تلمسان الحكومة المؤقتة ما عندهاش علاقة بتلمسان. لا 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 أنت الآن وقعت فيما وقع فيه الجيل الأول من الصحابة
قال قاتلناكم على تنزيله واليوم نقاتلكم على سوء تأويله. أنت تأول تأويل سيء. الله أكبر. ما سمحني. أنت الآن تأول تأويل سيء. كيف؟ أنا نقول لك باللي شخصية فاعلة في تاريخ الوطن وأعتقد الله أعلم هو صاحب بريد القاهرة صديقي صديقي قال باللي الوثائق لما سئل عن وثائق. أنت الآن رحت بعيد يا سيدي، أنت رحت بعيد، أنت تطرح في مسألة التخوين هذه اللي راهي موجودة الآن في الجزائر. لا اسمح لي، الوثائق وثائق الحكم المؤقتة راهي بالأطنان نعم، وفيها أسرار اللي هي الصراعات الموجودة بين لتروا بي وبين قيادة الأركان الكوم. أنا أعرف جيدا هذه المسائل، أنا أحسن الكلام، ولذلك في تلمسان وتتأول. لا خليك لا 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 واقعي. لو قل... لا لا أنا قلت لك أنا عندي معلومة بسيطة أني قريت من حوالي عامين أو ثلاث سنوات. أنا مستعد نعود نرجع للأرشيف تاعي، أنا عندي أرشيف وأرشيف غير سري يا سي بالغير، وأستطيع أن أذكر لك الشخص وهو شخصية فاعلة مش إنسان نكرة يقول باللي وثائقنا أحرقت يا زميلي، وأنت راك تقول كلام يا زميلي تقول باللي بحثك في مقر الحزب هناك أطنان من من من, نعم من الأعمال نعم. أنا نقول لك حاجة نقول لك حاجة مهمة جدا نعم. لا ماجوريتي دي كوميساري دو بوليس عندهم أرشيف وأرشيف من فترة الثورة، أرشيف رائع نعم. لكن المشكل مش في ما يحتمل هذه الوثائق، المشكل أنه ما عندهمش إمكانيات ليوظفوا أنارشيفيست ينظف يسق منهم هذا الأرشيف ويهيكله هيكلة جيدة وربما يسكنيه. هذا هو هي مسألة مادية، إمكانيات مادية بالدرجة الأولى. الوثائق بالمناسبة من زمن لكونستانتينوا، من زمن ما لما كانت تبسة وعنابة وغيرها كانت دوائر في الحزب. احنا عندنا وثائق، عندنا ارشيف، لكننا نحن لا نملك ثقافه الوثائقي الذي يحافظ على الوثائق. انا نعطيك كلام سامحني، انا في 94 رحت لاكسون بروفونس وبحثت وجدت هكذا بالتوفيق من الله ما نقولش بصدفه، وجدت دي بولتان دو فوت، اسمح لي نقولها لك، دي بولتان دو فوت تاع 1837. وبالمناسبه انا دائما نكرر في الحصص تاعي الاذاعيه انه الفرنسيين لم يكونوا في الفتره القصيره الاولى لاحتلال الجزائر العاصمه عندهم مشروع كبير لاحتلال هذا الوطن. يوم بدات المقاومه في المتيجه بداوا يفكرون اولا في القضاء على هذه المقاومه، ثم بعد ذلك يتمكنون من احتلال بقيه المدن. لما سقطت قسنطينه بداوا يفكروا الضباط الكبار ماذا نفعل الان بعد قسنطينه بعد ان تمكنا من القضاء عليها. عارف شو وقع يا سيدي العزيز يا المؤرخ؟ قالوا نعودوا نرجعوا للجزائر، قالوا لهم سوف نقع في مطبة من خلال مرورنا بالبيبان بيبان. قالوا ماذا نفعل؟ قالوا نرجعوا. قالوا الاخرين لا ما نرجعوش. تعرف ايش قالوا؟ قالوا هيا نديروا فوت. اسمح لي هذا كلام اتحمل مسؤوليته، وهذا الكلام وهذه الوثائق موجوده في الارشيف الفرنسي باش نبين لك قيمه الحفاظ على الوثيقه عند الفرنسيين. وانا نكره فرنسا في الكعبه بالمناسبه، ما نحبهاش، انا وليد شهيد، فرنسا قطعت بابا طرف طرف. انا لا ادافع عن فرنسا، لكن انا ادافع على ان هؤلاء يحافظون على الوثيقه، متى يسلمونها هذا انت وشطرتك. فداروا الانتخابات، غلبوا بصوت واحد جماعه البقاء وتنظيم وتسيير بلديه قسنطينه والاستعانه باعيان المدينه. هذه الوثائق يا سيدي اللي هي باب الفرس لا تزال موجوده الى اليوم، لي بولتان دو فوت دو 1837 ما زالت موجوده في الارشيف تاع اكسون بروفونس. قول لي يرحم والديك يرحم والديك، تقدر تروح تجيب لي لي بولتان دو فوت تاع انتخابات تاع الشادي بن جديد من المكتبه الوطنيه ولا من الارشيف تاع لي سورس؟ مسألة ثقافة، مسألة ثقافة موجودة. لا أنا حبيت أنا هذا هو السؤال تاعي يا أخي، أنا ما تحملنيش خطيئة آدم. معليش للمعلومة 1837 كانت متفوخين بصوت واحد على البقاء. إيه لأنه الانتخاب حدث بين لي سوز أوفيسيي لي زوفيسيي كانوا مجموعة كبيرة ممكن 100-150 قالوا إيه نديروا فوت، لانه حنا هما مثل القياده ممتاز. لان الجيش كبير يزيد على 35,000 داروا الفوت داروا الفوت تفوقوا جماعه البقاء واداره بلديه قسنطينه بصوت واحد. انا ما يهمنيش البقاء عدم بقى. انا يهمني ووجدت البلتان فوت هادو في فرنسا مازال موجود في لي زونفلوب نتاعهم. تعلق بسرعه. لا لا ماشي تعليق، ولكن حبيت ناكد لانه فعلا هي مساله قالك ما يليقش يكون كاين خلفيات لا 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 كيف لا لا والا نسقط في التخوين الذي قلنا سبحان الله كنا تكلمت ببراءة. لا لا الهدف تاع فرنسا من مجيئها للجزائر، لا ننسى انه فرنسا ابتداء من 1833 34 صدر مرسوم ملكي يقول بلي الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا،
وبداوا في سياسه الاستيطان، والاستيطان بالنسبه لهم هو فتح الباب الجزائر امام كل الاجناس الاوروبيه بما فيها المساجين المرتكبين لجرائم جرائم القتل وجرائم الشديده الى غير ذلك. ثم ياتي المؤسس الدستوري في سنه 1848 ويعدل الماده 109 من الدستور الفرنسي ويقول بانه الجزائر جزء لا يتجزا من فرنسا. اطال الاستعمار الاستيطاني هذا زاد تكرس بقوه القانون، مهما لا قوه الجغرافيا ولا قوه التاريخ ولا قوه الحضاره ولا قوه الدين، تاتي السلطه التشريعيه في سنه 1865 تصدر قانون اللي بمقتضاه كذلك كملت واش قامت به باقي المؤسسات وقالت بأن الجزائر جزء لا يتجزا من فرنسا، واعطت له بعد تاريخي ديني بحيث انه سنه تسمت القانون سيناتيس كونسيل. سيناتيس كونسيل 61. طيب المساله لا كذا، انا كي قلت لمسان ولا كذا، مشكلتنا انا زدت انا وياك الاثنين نبحثوا في التاريخ، لكن هنا طحنا في فخ اللي راهو مطروح وهو انه ما نجزموش في الحقيقه التاريخيه. نعم. ماهوش لازم نجزمو، ما نجزمش، ما قلتش انا كذا. ثاني نفتقروا للدقه في المصطلح في وصف الحدث بعيني. تجي الان تقول لي في تلمسان الدقه وحسن النيه، هل يتطلب حسن النيه في كتابه التاريخ؟ لا، في مسألة التاريخ كاين الموضوع كاين كاين الحياد ولا الموضوعيه، اما قضيه النيه ولا سوء النيه ولا كذا ماشي مطروحه. مفيش حاجه. طيب مطروحة. الان اخذ كلمه لمن يشاهد الان ويقرا كثيرا تصريحات السلطه السياسيه بتغيير وزرائها على ان الارشيف مساله مهمه بالنسبه للجزائر الرسميه، هل تعتقد فعلا باننا يمكن ان نسترجع هذا الارشيف بغض النظر ان كنا نفضل ذلك او لا؟ لا، شوف، صناعه التاريخ كاي صناعه تحتاج الماده الاوليه. لا يمكن كتاب التاريخ قريب من الحقيقه ومعبر عن الاحداث والوقائع بدقه ولو نسبيه دون الرجوع الى هذا متفق عليه، ولكن هل الجزائر الحاليه قادره على مساله الاراده؟ توقف على الاراده، المتوفرة هذه الإرادة السياسية الآن غائبة. غائبة فيما يخص، وغائبة وتعوض بكلمات معسولة بكلمات تسويفية. لا تقدر، ولكن اسمح لي نزيد نفتح لنا كذلك أنه هذه الإرادة الغائبة راهي تمتد كذلك للتعامل مع التصريحات المعسولة اللي من حين لآخر يقدموها لنا المسؤولين الفرنسيين واللي لا تحمل مضمون إقرار واعتراف بجرائم مرتكبة. كتصريح فرانسوا هولندا الأخير الذي سوف يأتي إلى الجزائر في جوان المقبل. شوف، أنا نقول لك حاجة بالمختصر، فرنسا لن تسلم لنا الأرشيف، وإذا سلمتنا الأرشيف تسلمنا أرشيف من الدرجة العاشرة. فرنسا يوم تسلم لنا في هذه الاستعراضات السياسية تسلم لنا بعض أرشيف ليبو اي شوسي تاع إصلاح القناطر، بناء القناطر، شق الطرقات، قضية شق الطريق من قسنطينة ولا البيبان. فرنسا عمرها ما تعطيك أرشيف يدينها. ورؤوس الشهداء. الأمر الثاني نقول أنه الأرشيف الموجود الآن في فرنسا في أكسون بروفونس وفي لي كوميسيري دو بوليس وفي مراكز الديوانة من الأحسن يبقى في فرنسا. ممكن نحصل على نظائر لكن عن طريق الباحثين. عن طريق الباحثين، هي التجربة التونسية تجربة رائعة. بمعنى ذلك لو كان عندنا منهج في فترة 50 سنة من خلال البعثات لأساتذة لفترة العطل فقط الصيفية جويلية، لكنا تجاوزنا هذه العاء وتحصلنا على نظائر وبإمكاننا أن نحافظ عليها. حتى لو لم نتمكن من الحفاظ على هذه النظائر، الوثيقة الأصلية موجودة في الأرشيف الفرنسي، وسيأتي الوقت وأين يستطيع الباحث الجزائري، ربما أبنائي أو أحفادي، الاطلاع على هذه الوثائق. لأنه أنا قلت الأمم العظيمة تؤجل كثير من القضايا إلى أن يحين أوانها. دكتور محمد أمين بلغيث المؤرخ والدكتور عامر الخيلان المؤرخ، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. مشاهدينا الأعزاء، إلى اللقاء.